وفي آخر التطورات الميدانية باليمن، حققت قوات الشرعية تقدما في محافظتي صعدة والحديدة، وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الجيش السيطرة على عدة من المواقع الاستراتيجية في محافظة البيضاء. منيت الميليشيات الانقلابية الحوثية بخسائر كبيرة وتراجعت في جبهة صعدة والحديدة وفي عدة جبهات أخرى، حيث أفاد الجيش اليمني بإحراز تقدم جديد في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمال اليمن، التي تشتعل داخل خمس جبهات تتسارع وتيرة معاركها. ونقلت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش تقدمت أكثر من 40 كيلومتر باتجاه قمة جبل مران، وتجاوزت أكثر من 20 قرية بوديانها وجبالها وسهولها، وأصبحت القوات مطلة على مثلث مران أبرز مواقع الميليشيات في وادي خلب. وبالانتقال إلى محافظة الحديدة، وبينما تواصل قوات الجيش تقدمها في معاركها ضد الانقلابيين، أحكمت سيطرتها على جامعة الحديدة ومعسكر الدفاع الجوي، في الوقت الذي تتقدم فيه القوات باتجاه السيطرة على معسكر الحرس الجمهوري شمال شرقي منطقة الكيلو 16. التطورات الميدانية في مدينة الحديدة تأتي في اليوم الثاني على التوالي منذ إعلان العملية العسكرية الحديثة في المدينة. وسط تقهقر ميليشيات الحوثي الانقلابية في صعدة والحديدة بمعاركها مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أصبحت المعارك على أشدها في البيضاء وحجة والضالع، حيث تمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية، إضافة إلى مقتل عشرات الانقلابيين. أصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية اليوم حكم